عمر رضي الله عنه، إيوان كسرى بين الدين والتنجيم، قال عليه السلام: اللهم إن أهل العراق غروني وخدعوني وصنعوا بأخي ما صنعوا، اللهم شتت عليهم أمرهم وأحصهم عددا. الطبقات الكبرى لابن سعد، سير أعلام النبلاء، الجزء الثالث، للذهبي، ترجمة الإمام الحسين من تأريخ دمشق لابن عساكر. السلام على الحسين وبنيه وأخيه وأمه وأبيه وجده الصادق الأمين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الساعات الأولى من محرم الحرام لعام 1442 للهجرة، وبعد التوكل على الله سبحانه، أبدأ الكتابة تحت عنوان عمر رضي الله عنه، إيوان كسرى بين الدين والتنجيم. أولا، قال الإمام الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح، أطلب الصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المناقب، الجزء الرابع، لابن شهر آشوب. مقتل الحسين، الجزء الأول، للخوارزمي. الفتوح، الجزء الخامس، لابن أعثم. ثانيا، إن الإصلاح إصلاح العقل، والعقل سيد الأعمال، وفيه صلاح الدنيا والآخرة. قال رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام: إن العقل سيد الأعمال في الدارين جميعا. بغية الباحث، للهيثمي. وقال عليه وعلى آله الصلاة والتسليم: لكل شيء آلة وعدة، وآلة المؤمن وعدته العقل، ولكل خراب عمارة، وعمارة الآخرة العقل. بغية الباحث، للهيثمي. مختصر إتحاف السادة، الجزء الرابع، للبوصيري. المطالب العالية، لابن حجر. البحار، للمجلسي. ثالثا، جاء في القرآن الكريم: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الأنفال، آية 22. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: واعلموا أن العاقل من أطاع الله، وأن الجاهل من عصى الله، والقردة والخنازير أعقل عند الله ممن عصاه. ولا تغتروا بتعظيم أهل الدنيا إياكم، فإنهم غدا من الخاسرين. إحياء علوم الدين، الجزء الأول، للغزالي. بغية الباحث، للهيثمي. مختصر إتحاف السادة، الجزء الرابع، للبوصيري. تأريخ بغداد، الجزء السادس عشر، للبغدادي. المطالب العالية، لابن حجر. رابعا، بعد أن راسله أهل الكوفة وطلبوا منه المجيء، وبعد أن تبين نفاقهم وغدرهم وإصرارهم على قتاله وقتله، قال الإمام الحسين عليه السلام: لا تعجلوا، والله ما آتيتكم حتى أتتني كتب أماثلكم بأن السنة قد أميتت، والنفاق قد نجم، والحدود قد عطلت، فأقدم لعل الله يصلح بك الأمة. فأتيت فإذ كرهتم ذلك فأنا راجع، فأرجعوا إلى أنفسكم، هل يصلح لكم قتلي أو يحل دمي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن ابن عمه؟ أو ليس حمزة والعباس وجعفر عمومتي؟ ألم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وفي أخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ سير أعلام النبلاء، الجزء الرابع، ترجمة الإمام الحسين من الطبقات الكبير لابن سعد، ترجمة الإمام الحسين من تأريخ دمشق لابن عساكر. خامسا، محرم من أهل العراق سأل عن قتل الذباب البعوض، فأجاب عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أهل العراق يسألون عن الذباب دم البعوض، وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هما ريحانتاي من الدنيا. بغية الطلب، في تأريخ حلب، الجزء السادس، لابن العديم. ترجمة الإمام الحسين من تأريخ دمشق لابن عساكر. أسد الغابة، الجزء الثاني، لابن الأثير. مختصر تأريخ دمشق، الجزء السابع، لابن منظور.
سادسا، لقد شرف الله تعالى أهل العراق بالإسلام بفضل الخليفة الثاني رضي الله عنه وحنكته في القيادة وفتح وتحرير العراق، فأنقذ العراقيين من العبودية والخنوع للفرس والمجوسية، كما تم إنقاذ الشعب الفارسي وباقي الشعوب من المجوسية وكهنتها وأكاسرتها. لكن ما هو سر بغض وعداء هؤلاء للخليفة المحرر؟ وهل تمكنوا بالمكر والخديعة والغدر من مصادرة الإسلام والتشيع؟ وما هو دور التنجيم والكهانة في تحقيق ذلك؟ أرجو من الله التسديد في الإجابة بإنصاف ووسطية واقعية موضوعية. وأما قراءة وتحليل علاقة الصحابة بأهل البيت والسلوكيات والمواقف الصادرة عنهم رضي الله عنهم وعليهم السلام، فلها مقام آخر إن شاء الله. والكلام في أمور الصرخي الحسني. لمتابعة الحساب يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية.